السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس عمرو صباح، ان شاء الله درس جديد من دروس اللايك كارنت كومبوننت 10 دقائق. النهارده معانا الايه؟ معانا الماستر كلوك النهارده، تمام. سريعا كده، بسم الله والصلاه على رسول الله. ايه الماستر كلوك ده يا شباب؟ الماستر كلوك ده انا بعمله ليه؟ بس انا بعمله عشان خاطر كل الساعات اللي موجوده في اي مبنى او في مستشفى او في مطار او في البورصه او كده، الساعات دي كلها تكون شغاله بنفس التوقيت، تمام يا شباب؟ بمنتهى الاختصار هو عبارة عن ايه؟ ساعة مركزية كلوك ماستر ومجموعة ساعات سليف، تمام. ده مثلا دور أول، دور تاني، دور تالت، دور رابع مثلا في مبنى، تمام. ده مثلا ايه؟ ده في 10 ساعات، ده في 10، ده في 10، ده في 10، وهكذا. ايه موضوع الماستر كلوك؟ موضوع الماستر كلوك ان الساعة المركزية دي، تمام، التوقيت اللي فيها يبقى هو نفس التوقيت اللي في كل الساعات اللي في كل دور، تمام، بالدقيقة وبالثانية، تمام يا شباب. كأن الساعة دي الماستر كلوك، كأن الساعة دي هي اللي بتدي التوقيت لكل ساعات السليف، مش كأن هو ده اللي بيحصل فعلا، تمام يا شباب. فالتوقيت اللي هنا بالدقيقة أو الثانية هو التوقيت اللي ماشي في إيه؟ في الساعات اللي موجودة في كل دور، تمام يا شباب. إزاي بظبط التوقيت بتاع الماستر كلوك ده؟ خلينا نبدأ نتكلم واحدة واحدة من الأول كده خالص. الموضوع كله عبارة عن إيه؟ الماستر كلوك ده يا شباب، او الكلوك ماستر ده كده ايه؟ ده الكلوك ماستر، تمام. ده زي يعني شبه الريسيفر كده، تمام. ده بيكون مثلا موجود في الدور الارضي، تمام يا شباب. هو ده يعتبر عقل النظام، تمام. في ساعه مثلا هنا كده، دي هنا ساعه مثلا 12 مثلا و10 دقائق مثلا وليكن، تمام. وفي هنا ايه؟ شويه بورتات كده. حلو يا شباب، قلنا الساعة دي بتكون المصدر اللي بيدي التوقيت لكل الساعات السليف، تمام. الساعات اللي هي في كل دور دي اسمها سليف، تمام، سليف، تمام. والساعة اللي تحت دي اللي في الدور الأرضي أو الساعة الرئيسية اللي موجودة في المكان اسمها إيه؟ الماستر كلوك. دي الماستر والباقي ده كله سليف، تمام يا شباب. طيب إزاي التوقيت بيتحدد في الماستر كلوك؟ يعني إزاي التوقيت بتاع المكان اللي أنا فيه ده؟ أنا قاعد في مصر، قاعد في السعودية، قاعد في إنجلترا، إزاي بحدد التوقيت بتاع المكان اللي أنا موجود فيه ده؟ الماستر كلوك دي بتوصل في حاجتين بعرف يعني بتتوصل بيهم بتديك التوقيت بتاع المكان اللي انت فيه بالظبط، تمام. اول حاجه ان تي بي سيرفر. ايه الان تي بي سيرفر ده؟ نتورك تايم بروتوكول، تمام يا شباب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الماستر كلوك ده بتوصل بالنت، شبكه النت انت بتخش عليها، بتوصل الجهاز ده بشبكه نت، بيبقى فيه هنا مخرج ار جي 45، تمام. بتوصل الجهاز ده بالنت بيديك التوقيت بتاع المكان اللي انت فيه، تمام. تاني حاجه عن طريق ايه؟ جي بي اس انتن. ايه جي بي اس انتن ده يا شباب؟ انتن عامله زي بتاعت الدش كده، بتركب فوق السطح بتاع المكان اللي انا عايزه، تمام. دي بتتوصل مع القمر الصناعي، او يعني بتاخد اشاره من القمر الصناعي عن طريق احداثيات المكان ده، خطوط طول وخطوط العرض والكلام ده، بتديك التوقيت بتاع المكان، تمام. فدي بتركب فوق السطح مثلا، فوق سطح المبنى، انتن عامله كده، وبتنزل على الجهاز ده كابل كو اكشال كيبل، بتخش على الماستر كلوك ده هنا، تمام يا شباب. بتديله ايه؟ التوقيت المظبوط بتاع المكان ده عن طريق زي ما قلنا اتصالها بالقمر الصناعي، تمام. القمر الصناعي بيديها احداثيات المكان اللي انت فيه، فعلى اساس ده بيديك الايه؟ بيديك التوقيت بتاعك اللي انت محتاجه، تمام يا شباب. ايه الستاندرد؟ الستاندرد الان تي بي، تمام. ايه الاوبشن اللي انت ممكن يعني تبقى موجوده او مش موجوده؟ الجي بي اس، تمام، الانتنه بتاعت الجي بي اس. لكن الاساسي ان انت موجود عندك الايه؟ ان الان تي بي سيرفر هو ده الاساسي، تمام يا شباب، تمام. طرق التوصيل يا شباب، الموضوع ده يعني ايه؟ الموضوع ده بسيط، موضوع صغير بسيط. اول حاجه ار اس 485 كيبل، تمام. امتى بستخدم الار اس 485 كيبل؟ ده في حاله ان المبنى عندي مثلا فيها مثلا ايه 10 15 20 ساعه بالكتير قوي، تمام. ده بيكون عندي اهو الماستر كلوك هنا، الماستر كلوك، وطالع منها بكابل ايه؟ ار اس 485، تمام. بطلع منه بغذي ايه؟ الساعات السليف، مثلا عندي 3 ساعات سليف، تمام. الكابل ار اس 485 ده بيكون تقريبا ايه 4 اطراف، وفي منه 6 اطراف، بس هو غالبا يعني بيبقى ايه 4 اطراف، تمام. فبيروح بيخش على ايه؟ على اول ساعه، ويطلع منها على الثانيه، ويطلع منها على
تلتة وهكذا بيتوصل سيريز. تمام يا شباب؟ بيبقى معايا خط تاني، خط باور ال ان باور عشان يغذي كل ساعه بالايه بالباور بتاعها. تمام، طبعا كل ساعه محتاجه كابل باور وكابل داتا. تمام، الداتا بتاعتك اللي هي التايم. تمام يا شباب، مش الداتا اللي هي النت، يعني الداتا اللي بتتنقل من ساعه لساعه اللي هي التايم. الباور طبعا عشان يشغل الساعه. تمام، فده ايه، ده اول طريقه اللي هي ار اس 485 كيبل، ار اس 485 كوميونيكيشن كيبل. تمام، بس دي قلنا في حاله ايه، ان انت مثلا عندك من 10 مثلا ل 20 ساعه بالكتير قوي، يعني 10 20 ساعه سليف. تمام، غير طبعا الماستر. تمام يا شباب، دي طريقه التوصيل بتاعتها. تمام، بتوصل سيريز. دي مشكلتها ان لو حصل اي مشكله في اي كابل، الكابل ده حصل فيه قطع او حصل حاجه، اللي بعده كله خلاص راح كده بالسلام، لانها متوصله سيريز كلها ورا بعضها. تمام، يبقى دي اول طريقه يا شباب. الطريقه الثانيه يا شباب، ودي اللي في الاغلب هتلاقيها موجوده في كل حته، لان ما بقاش مكان دلوقتي بيخلع من الداتا، اللي هي ايه، الكات 6 كيبل. كات 6 كيبل اللي هي هنعتبر شبكه الساعات المركزيه كانها شبكه داتا بالظبط. تمام، انا عشان كده اتعمدت ان انا انزل فيديو بتاع الداتا، داتا كومبوننت، اتعمدت ان انا انزله في اول الدوره، عشان خاطر معظم شبكات الاكونت دلوقتي كلها شغاله بالداتا. تمام، فالنظام ده بيكون عامل ازاي؟ الماستر كلوك. تمام، عندك سويتش، السويتش ده واخد طبعا، واخد النت، واخد من الراوتر مثلا. تمام، مدي الماستر كلوك. بعد كده السويتش ده معايا باتش بانل. تمام، السويتش ده مدي الباتش بانل عن طريق باتش كول. الباتش بانل دي طالعه مديه بقى عندك بقى عدد الساعات زي ما انت عايز. رايح بقى مثلا هنا كده، ادي ساعه، ساعه تانية. بعد كده طلع على مثلا يعني في نفس الدور بقى، احنا دلوقتي لو بنتكلم على مثلا دور واحد، ادي ساعه ثالثه. تمام، دي كابلات كات 6 طول ما احنا ماشيين اقل من 90 متر. اقل من 90 متر انا ماشي بكابلات كات 6، اكتر من 90 متر انا ماشي بكابلات ايه؟ بكابلات فايبر. تمام؟ بقى شباب ايه؟ ده الكات 6 طبعا انت معاك بقى عدد لا نهائي بقى براحتك من الساعات، تحط بقى 50 ساعه، 60 ساعه، 70 ساعه، مفيش عندك اي مشكله. تمام؟ لو عندك طبعا كذا دور، فبيبقى عندك ايه؟ شبكه الداتا اللي احنا عارفينها، بيبقى في تحت كور سويتش. كل سويتش ده في شبكه الاتصالات، وطالع بقى لكل دور لديستريبيوتد سويتش. ديستريبيوتد سويتش بقى كل ايه، طالع منه الباتش باند بتاعته، كل واحد رايح للساعه زي ما انت عايز، كانها نقطه داتا بالظبط، كانها نقطه داتا مثلا، كانها نقطه مثلا اي بي سي سي تي في، كانها نقطه داتا، كانها نقطه اي بي تليفون. تمام، نفس الكلام بالظبط. تمام، ايه الميزه اللي بيضيفها لي ان انا اشتغل الماستر كلوك اي بي؟ ان انا ممكن اربط الماستر كلوك دي بقى مع كل الانظمه اللي موجوده عندي، لان الداتا السيرفرات بتاعت الداتا بيبقى عليها ايه، الاي بي تليفون، بيبقى عليها الاي بي سي سي تي في، بيبقى عليها البي ام اس، بيبقى عليها الاكسس كنترول. تمام، الكلام ده كله ممكن اربطه مع الماستر كلوك. طيب هستفيد ايه انا لما اربط الكلام ده كله مع الماستر كلوك؟ عندك مثلا حاجه زي ايه، زي البي ام اس مثلا. لما اربط البي ام اس مع ايه، مع الماستر كلوك، بي ام اس مثلا انا عايز مثلا الساعه 5 الموظفين كلهم هيمشوا مثلا الساعه 5، فانا عايز الساعه 5 دي الريج بتاع التكييف كلها تقفل. تمام، ايه اللي بيعمل لي كده؟ البي ام اس. تمام، البي ام اس انا عايز الساعه 5 بالدقيقه كل الادوار، كل المكاتب 5 بالدقيقه التكييف كله يقفل. تمام، او مثلا درجه الحراره بتاع التكييف تقل. تمام يا شباب، ايه اللي يظبط لي موضوع التايم ده ان هو كله يفصل في نفس الوقت؟ الماستر كلوك. تمام، ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا طبعا ان انا لما كله يقفل في نفس الوقت، لو في حاجه مثلا مؤخره، لو انا مش عامل ماستر كلوك وعامل كل دور براحته بالساعات براحته. تمام، مثلا الدور الاول مثلا الساعه بتاعته مقدمه 5 دقائق عن الدور اللي تحتيه، فبدل ما يفصل، بدل ما الريش تفصل مثلا، بدل ما تكييف يفصل الساعه 5 هيفصل 5 و5. 5 دقائق دي على مبنى كبير لمده شهر مثلا، هتلاقي فرقت معاك فاتوره الكهرباء كتير جدا. تمام يا شباب، وهكذا في كل حاجه، في الاضاءه، في التكييف، في كل حاجه. تمام، لو مثلا مأخره 5 دقائق، فمثلا الناس لسه قاعده في المكتب الساعه 5 الا 5 لقوا التكييف طفى عليهم او الاضاءه طفت عليهم وهم لسه مثلا ما مشيوش، هتعمل لك مشكله. لكن لو انت عامل ماستر كلوك وربطه مع الاي بي، ربطه مع كل نظام الداتا، الموضوع ده هيبقى شارب جدا جدا جدا. الاكس كنترول نفس الكلام، انت عايز مثلا بعد الساعه 5 ابواب معينه مثلا ما حدش عارف يفتحها خلاص، او يعني لازم اللي جوه يكون طلع عشان مش هتفتح لحد تاني يوم الصبح، برضه
الكلام ده لازم يحقق، الكلام ده بيتظبط عن طريق الماستر كلوك. البورصه طبعا يعني البورصه دي حاجه طبعا الثانيه بتفرق فيها، فيهمك ان يبقى فيها حاجه زي الماستر كلوك، المستشفيات، المطارات، تمام، نظام مثلا كاميرات المراقبه، يهمك ان كل الساعات تكون واحده، ان التسجيل بتاع كاميرات المراقبه اللي موجوده في المبنى كله يكون في نفس التوقيت، تمام. فدي فائده الماستر كلوك سيستم، ودي فائده ان انت تربطه مع الاي بي، تمام، ان هو تعتبره داتا كانها نقطه داتا، تمام يا شباب. باختصار هي دي يعني اغلب، او دي هي دي كل مكونات نظام الماستر كلوك. نشوفكم في درس جديد ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا يا شباب.